من هنا من غار حراء كان بيجي النبي صلى الله عليه وسلم عشان يتفكر ويتأمل علشان يعرف ربنا. من هنا نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعرفه على ربنا، عشان دي تبقى أول نبتة لبداية مدرسة الحب. من هنا في غار حراء نزل جبريل يقول له يا محمد ربك الذي خلق، يا محمد ربك الأكرم، يا محمد ربك علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. من هنا عرف النبي ربنا سبحانه وتعالى، ومن هنا نزل النبي على مكة عشان يفتتح مدرسة الحب، يعرف الناس على ربنا، وتكون دي البداية، يعرفهم على صفات وأخلاق ربنا وهو بيتعامل معانا، عشان دي تكون بداية مدرسة الحب. وإحنا كمان هنبدأ من هنا من غار حراء نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى من المكان اللي بدأت فيه مدرسة الحب، عشان نعيد افتتاحها في عصرنا. إزاي نتعرف على أخلاق ربنا علشان نعامل بيها الخلق، فنكون خلفاء لله ونكون عباد ربانيين. وهو ده شعار مدرسة الحب، كن عبدا ربانيا، يعني تخلق بأخلاق الله مع الخلق، عامل الناس بأخلاق ربنا سبحانه وتعالى.